请再讲一遍。Neuf plastique. Automatique. One, heating two, heating three. الحرارة الأولى، الثانية، الثالثة. في ثلاثة على الساعة. ساعة وأربعين دقيقة. ثانيا نبدأ بحرارة أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. وهذا الهيتنج أربعة حتى ثمانية هو اللي الثاني. الطابق الثاني موجود. درجة مئوية حتى هيتين ثمانية. الآلة بعد ساعتين نبدأ تشغيل الآلة في هذه المنطقة. أولا ستارت، بداية. ثانيا main machine start. البلاستيك يطلع على القالب ويبدأ ثلاثين ثانية وننتظر تقريبا دقيقة. لأن الآلة انتظرنا 21 دقيقة يلزم على البلاستيك أن يبرد حوالي 10 دقائق يدخل على الحرارة الموجودة في الطابق الثاني. الآن سننتظر هنا الزمن حتى توصل على صفر ثانية، معناتها البلاستيك موجود. نشتغل البلاستيك موجود في الطابق الثاني.
下去，先蹲下，蹲下。هذه المرحلة نبدأ السيت اب على الآلة. هذا على المود. المعلومات موجودة هنا. يبدأ 30 دقيقة. الآلة تشتغل 30 دقيقة. والآن يبدأ كيف يشتغل هذا 32 دقيقة، يعني الآلة تمشي في 30 دقيقة. blowing time. معناتها عندما يغلق المولد في 10 ثانية. هاي ينسي فومو 料压下来以后，料压下来以后，停多长时间开始喝？料压下来，上面那个开关压到位，嗯，然后多长时间开始喝？连续喝，就
هذه المدة الموجودة في شم النور ثانية، يعني الحرارة الموجودة المادة البلاستيكية الموجودة فوق في الأعلى لما تنزل هذا الزمن low time من الزمن الآلة، هذا الزمن 10 ثانية دي سيكون معناتها على الزمن الموجود بين الموضوع. أول شيء نعمله زمن الآلة بعد 2 دقيقة وهنا 10 ثانية. في كل المراحل يبدأ الزمن أول، الثاني شيء هذا وهذا نبدأ نغير على thickness المادة البلاستيكية، وهذا والموجود في الوراء على أي منطقة يلزم نخلص على المادة الأولية، وهذا هذا للقطع، قطع البلاستيك. نبدأ مرة أخرى في تنزيل الحوزة.
Thank you.